لكن في هذه اللحظات اكيد محتاجين نطمن على تدريب النادي الاهلي الاساسي، لذلك بينضم لي دلوقتي على الهواء مباشره الزميل العزيز فاروق صلاح. فاروق، مساء الفل، ازيك؟ برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالتحديد يعني من محيط ملعب مختار التتش. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه العوده الاهلي وسيمبا، واحده من المباريات المهمه جدا في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم. استعدادات مكثفه للنادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي يا محمد بيختتم تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالنسبه للتدريب اللي انطلق في تمام الساعه الخامسه. تركيز شديد جدا من جانب لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله يكون مردوده غدا باذن الله في المباراه، ويصعد النادي الاهلي الى مباراه الدور نصف النهائي باذن الله. طيب انت بقى جاي لنا ومعاك كل الداتا، الاول كنا بنرحب بيك في البدايه ولسه التمرين ما بداش، المره دي انت جاي والداتا كلها معاك، المتاح اللي ممكن يتقال، وانت اكيد يعني شاطر جدا في الجزئيات دي يا فاروق. طمنا على الفريق النهارده، كولر قال ان الفريق بالكامل هيكون موجود في التدريب، الحمد لله كل اللاعبين موجودين، كانت في تصريحات لعدد من اللاعبين، ما لمسته من التصريحات ومين اللي اتكلم من اللعيبه النهارده في الجزء الاول قبل بدايه التدريب؟ يعني في البدايه محمد، قبل ما نتكلم على المباراه بالتحديد والامور الفنيه في المباراه، خليني اتكلم على المشهد اللي بيعمله النادي الاهلي، النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، والصوره دائما بتكتمل من خلال النادي الاهلي. اللي اعتقد النادي الاهلي هو النادي العربي والنادي الافريقي الوحيد، او النادي الوحيد في العالم اللي يعني تقدر تقول بيدافع بكل الامور عن القضيه الفلسطينيه، طبعا الى جانب طبعا يا محمد زي ما قلنا مجلس اداره النادي الاهلي، وتخصيص عائد هذه المباراه الى يعني الشهداء غزه ويعني الضحايا غزه. طبعا زي ما انت تابعت مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بالتنسيق طبعا مع وزاره الصحه، تم يعني التجهيز او انه يكون موجود 6 سيارات اسعاف طبعا لتلقي التبرع بالدم بالنسبه للجمهور النادي الاهلي، اللي اعتقد الجميع منتظر منه ان شاء الله غدا باذن الله يرسم لوحه فنيه معتاده ان شاء الله تكون في حب النادي الاهلي، في حب مصر، في حب طبعا القضيه الفلسطينيه اللي بنتمنى لهم يعني كلنا بنتمنى رحمة ربنا إن شاء الله على كل شهداء غزة، وإن شاء الله يكونوا يعني نتمنى لهم النصر بإذن الله لغزة. طبعا النادي الأهلي لا يتوانى طبعا عن تقديم العون، النادي الأهلي دائما موجود في الموعد. ده الشق يا محمد اللي في البداية اللي بنتكلم على الدور للنادي الأهلي، اللي دائما النادي الأهلي في كل المشاهد وفي كل المواقف بيكون ليه الدور الأبرز في هذه المواقف. بالنسبة طبعا لمباراة سيمبا وآخر استعدادات النادي الأهلي، خلينا أقول لك طبعا يا محمد زي ما انت عارف كان المؤتمر الصحفي يعني زور اليوم للمدير الفني لسيمبا التنزاني، وبالنسبه لمستر كولر ومحمد الشناوي اللي تحدثوا عن المباراه وان الامور لم تحسن بعد مباراه سيمبا، خلاص احنا قفلنا مباراه الذهاب، التركيز على مباراه العوده، مباراه ثانيه منفصله تمام. ده كان ابرز كلام كابتن محمد الشناوي ومستر كولر، اللي ايضا النهارده في المحاضره الفنيه مع اللاعبين قال للاعبين انا هنسى خالص مباراه الذهاب، مش عايز ان احنا نشاهد او نتفرج او نقول ان احنا تعادلنا هناك التعادل الايجابي، انا داخل العب مباراه ثانيه مطالب ان انا احقق الفوز، نتيجه 2-2 ما تديناش اطمئنان، ما تديناش ارتياحيه، لازم نكسب ولازم يكون عندنا سرعه شويه في احراز الاهداف، استغلال المبكر للفرص، ضروري ان انا احرز عدد كبير جدا من الاهداف. اتكلم طبعا مع اللاعبين على اهميه هذه البطوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، اتكلم عليها بالنسبه للاعبين، قال يعني حاولوا تستمتعوا، حاولوا تفرحوا الجمهور، الجمهور ده بيتعب عشانكم كتير، احنا دورنا كلنا ان احنا جوه النادي الاهلي عشان نبسط جمهور النادي الاهلي. اتكلم في مشاهد كتير جدا، قال العبوا عشان نفسكم، عشان تاريخكم، عشان بطولاتكم، العبوا عشان الجمهور العظيم اللي اعتقد هيكون موجود خلفكم في المباراه غدا باذن الله. ثم انطلق المران يا محمد، خليني طبعا اطمنك على بعض الامور اللي يعني الطبيه خلال الفتره الاخيره، كنا بنشوف غيابات لبعض اللاعبين للاصابات، النهارده تقدر تقول مودست طبعا خلاص في التدريب الجماعي للنادي الاهلي، طبعا كانت عارف نازل ببرد شديد اللاعب انتوني مودست، كان بالامس يعني اجرى تاهيل والنهارده بينزل التدريب الجماعي واصبح جاهز طبعا للمشاركه في هذه المباراه، محمود متولي اللي كان موجود في التدريبات الجماعيه وبطمنك بيشارك في التدريب الجماعي اليوم، وايضا واحد من الاوراق الموجوده ايضا مع النادي الاهلي في هذه المباراه، طبعا الى جانب طبعا كريم نيدفيد خلاص وصلاح محسن اللي اطمنا عليهم خلال
الفترة الأخيرة. خليني برضو أطمنك إن عمرو السولية طبعا وكريم فؤاد طبعا خارج حسابات مستر كولر لهذه المباراة في المرحلة الأخيرة من التأهيل. نبدأ إن شاء الله نتكلم على مدى جاهزيتهم إن شاء الله بعد تجاوز عقبة مباراة سيمبا التنزاني. كل اللاعبين التركيز اللي عند اللاعبين، اللعيبة خلاص بطولة كبيرة جدا، بطولة مهمة بالنسبة للاعبين، اللعيبة وهي بتتكلم في حديثها في كلامها معانا، لا بطولة هي الأولى، وأعتقد كل واحد منهم عايز يكتب تاريخه ويكتب اسمه إن يكون النادي الأهلي أول بطل لهذه البطولة. بتتكتب في اسمه وتاريخ النادي الأهلي، بتتكتب في اسمه تاريخ القارة الإفريقية، بتتكتب في اسمه وتاريخ كافة لاعبي النادي الأهلي. مستر كولر طبعا يا محمد بعد المحاضرة الفنية اللي انطلق المران حديث سريع مع اللاعبين في أرض الملعب، ثم انطلق المران في الوقت اللي أنا بكلمك فيه بعض الجوانب الخططية اللي مستر كولر يعني بيتطلبها من اللاعبين. طبعا خلاص كان مفتوح أول 15 دقيقة بالنسبة لوسائل الإعلام، دلوقتي تقدر تقول المران مغلق بالكامل. المستر كولر فارض السرية على تدريبات النادي الأهلي في هذه الأثناء، إن شاء الله يكون مردودة غدا بإذن الله في هذه المباراة وتكلل بفوز النادي الأهلي وصعوده بإذن الله إلى الدور التالي بإذن الله. في الربع ساعة الأولى كل اللعيبة في التدريب، يعني اطمنت وشفت موديست، شفت متولي، محمد عبد المنعم، إمام عاشور، الحمد لله كل موجود. بالفعل يا محمد باكد لك جاهزيه كل اللاعبين في اول ربع ساعه احنا موجودين، وخليني باكد لك جاهزيتهم هيأدوا المران بالكامل. محمد عبد المنعم، امام عاشور، انطوني موديست، زي ما قلنا محمود متولي، كافه اللعيبه اللي يعني اللي وضحت انت اسمائهم يا محمد جاهزين ان شاء الله، وباكد لك ان شاء الله جاهزيتهم ان هم موجودين، يعني اللي تقدر تقول عدد كبير جدا منهم ان شاء الله، يعني تقدر تقول الثلاث لاعبين يكونوا موجودين ان شاء الله في القوام والتشكيل الرئيسي للنادي الاهلي في هذه المباراه. ايضا جاهزيه علي معلول، خليني باكد لك جاهزيه علي معلول اللي اعتقد يعني ان شاء الله تبقى عودته ايضا الى الجبهه اليسرى. طبعا شفنا كريم الدبيس في المباراه الاولى وظهوره بمظهر يعني لائق، واعتقد واحد من الخامات المهمه جدا، لكن عوده هؤلاء اللاعبين تدي اضافه وقوه جدا للنادي الاهلي في هذه المباراه. فاروق انا بشكرك على هذه التغطيه الحيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكل التوفيق يا رب للفريق غدا في تخطي موقعه سيمبا والاستعداد للقاء العوده أو استعدادا للدور المقبل اللي خلاص خلال أيام الحد اللي جاي ذهاب الدور نصف النهائي. ده كان كلام مهم جدا مع زميلنا فاروق صلاح.